هشام، نحن رح نرجع معك مشان نكفي التمارين، سو خبرنا اكثر او ورجينا اكثر تمارين. ماشي. بالنسبه زي ما بنحكي للبنات، فبيكون عندهم امبالانس هورمون، فهم بيزيدوا من تحت. ماشي. بنحاول نغير التمارين شويه عشان نتمرن عضلات جسمها كامل. فالعضلات اللي حنتمرن هي تمرين اسمه سومو سكوات. ماشي. فالرجلين لازم يكونوا مفتوحين كده، ماشي، الظهر يكون مستقيم، تحط ايدك هنا، تتفاعل حبس لورا، تنزل لغايه تحت، وتقدر تحط ايدك هنا، تنزل لاخرها. اوكي، حاولي كمان مره، الظهر لازم يكون هنا مستقيم، تنزل لتحت، تحاول الركب دائما يكون هنا برا عشان تشغل عضلات لداخل الفخذ هنا. اوكي، تمرين ثاني في هنا. التمرين اللي بعده هو تمرين الخلفيه لورز. هنا فبتيجي هنا او تمرين، شوف، تخلي هنا ظهر اكسبريت هنا، بس ترفع رجليك لغايه فوق هنا، تنزل تحت، تعمل مثلا 15 فوجئه وتشد تنتين في سجن، تنزل. لو حسيت التمرين اصعب سهل عليها التمرين. تمرين للعضله الخلفيه كمان اللور باك، تعمل 15 هنا، تعمل 15 ثانيه هنا في كل جهه. اوكي. وتمرين ثالث؟ التمرين اللي بعده في تمرين للوست الخواصر اسمه سايد بلانك. اول شيء بتيجي هنا، حوريك التمرين الأصعب في الأول. تخلي ظهرك هنا ستريت، ماشي؟ تنزل من هنا، تخلي الحبس ينزل تحت، تطلع فوق وتشد 2 سكند لغاية ما تحس الخواصر مشدودين، تنزل لغاية هنا، تطلع هنا فوق. وحسيت التمرين أصعب، تخلي رجليها هنا، اللي عندهم اللياقة البدنية شوية ضعيفة، ما عندهمش خبرة، تخلي رجليها هنا، تطلع للآخر، تشد 15 مرة. واحد، اثنين. تمام، ميرسي كثير، نحن نتشكرك على وجودك معنا على دانتال. أهلا وسهلا وميرسي. شكرا.